السلام عليكم، معاكم حلقة جديدة وبرنامج دليلك الطبي. جايين لكم النهاردة ومعانا منتج جديد، معانا شراب لمرضى السكر. طبعا هو مكتوب عليه دايبتيك لمرضى السكر، بس في ناس تانية ممكن تستخدمه، كبار السن ممكن يستخدموه، برضو الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل او عندها قدم حساسة. على طول هنفتح الشراب ونشوفه مع بعض ونقول استخداماته واحنا بنفتح الشراب معانا. زي ما احنا شايفين الشراب معانا من خامة القطن عالي الجودة، زي ما احنا شايفين من الداخل. وطبعا ما ننساش نقول ان الشراب من شركة فلامينجو الهندية، اللي هي من اكتر الشركات اللي بتصنع الاجهزة التعويضية. الشراب من الاسفل زي ما احنا شايفين مزود بالسيليكون، وطبعا السيليكون ده يعتبر من اهم الحاجات اللي تمنع الانزلاق. هو اكتر حاجة احنا بنستخدمها علشانه هو منع الانزلاق. احنا عارفين ان مرضى السكر او كبار السن او الناس اللي قدمها حساسة مبقاش عندهم قدرة على التحكم في مشط الرجل او في مشيهم، فممكن لو مشوا بالغلط على بلاط او على سيراميك او على اي حاجة من دي ممكن يحصل تزحلق، خصوصا ان الشراب ده ينفع نلبسه بدون حذاء. برضو في ناس لما بتلبس شراب املس وناعم بدون دعامات سيليكون زي اللي معانا دي ممكن يتزحلق في الحذاء، وممكن يخلي الحذاء كمان يتقلع للناس اللي هي اطرافها ضعيفه زي مرضى السكر وغيرهم، فده بيثبت الشراب في الحذاء. ولو ماشيين على الارض في البيت برضو بيخلي مفيش اي تزحلق. برضو من الفوائد التانية للشراب ده ان هو بيخلي القدم فيها نوع من انواع التهويه، يعني ما بيخليش القدم لازقه تماما على الارض او لازقه تماما في الحذاء. معانا هنا اهو دعامات بترفع الارض الرجل شويه عن الارض او عن فرش الحذاء. الشراب من شركه فلامينجو زي ما احنا قلنا، شركه خامتها عاليه الجوده، من اشهر الشركات بتاعت الاجهزه التعويضيه. زي ما احنا شايفين من قطن عالي الجوده، وده شراب طويل، مش موجود شرابات سيليكون بنفس الجوده دي في السوق غير الفلامينجو، ومفيش شرابات مدعمه بالشكل ده طبيه ومصنوعه من شركات طبيه غير الشكل ده. الشراب سعره حوالي 200 جنيه، قابلة للزيادة او النقصان، حاجات بسيطة يعني. نصيحة مهمة لمرضى السكر ان هم يستخدموا الشراب ده. وشكرا ليكم، والى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج دليلك الطبي.